أسعد الله أوقاتكم أبنائنا الطلبة، يسرني طبعا أن ألتقي بكم مرة أخرى في ندوة لمادتي الفيزياء والكيمياء في جلسة امتحانية، ومعكم الموجهة الاختصاصية هنا الأسطواني. ويسرني قبل البدء أن أرحب بالآنسة لبنى البدوي من تربية دمشق والآنسة رنا الصايغ من تربية دمشق. بداية، نحن بصدد المناهج المطورة الحديثة، ولا بد أن تتوافق أسئلة الامتحانات والنماذج الامتحانية مع هذه المناهج. فالوزارة طبعا مشكورة، عرضت بعض النماذج الامتحانية. أود أن سيرنا أنه نعرض نموذج من هذه النماذج للتوضيح للطلبة، ليسهل لهم التعامل معها أثناء الامتحان والتعامل مع الورقة الامتحانية أثناء الامتحان. أهلا وسهلا فيكم، معكم الآن سيرنا الصائغ. أهلا وسهلا بكم أعزائنا الطلبة، ونتمنى التوفيق للجميع. لدينا الآن نموذج امتحاني تم عرضه من قبل الوزارة مشكورة. يتناول هذا النموذج مادة الفيزياء والكيمياء. المادة العلوم العامة سوف تكون مع مادة العلوم والعلوم 200 علامة. مادة الفيزياء والكيمياء تختص لها 200 علامة. نرى من هذا النموذج أولا السؤال الأول، اختل الإجابة الصحيحة لكل مما يأتي وانقلها إلى ورقة إجابتك. 20 درجة لهذا السؤال. نقول لأبنائنا الطلبة هذا السؤال يمكن أن يأتي إما من اختبار نفسي، أو يمكن أن يأتي سؤال من ضمن الدرس، أو تطبيق لأحد القوانين التي مرقت مع الطالب من خلال الدرس، وعليه أن يحلها ويضعها على ورقة إجابته. هذا السؤال نلاحظ من خلال هذا السؤال يتناول 4 إجابات، فعلى الطالب أن يختار الإجابة الصحيحة ويضعها على ورقة الإجابة. 20 درجة لهذا السؤال. تمام. هون طبعا بده ينتبه لاختيار الإجابة الصحيحة. أنسة لبنى، شو بتعلقي لنا على الأسئلة؟ لدينا السؤال الثاني. طبعا السؤال الثاني هم عبارة عن 3 أسئلة، فبدنا نجاوب على سؤالين. هلا السؤالين أكيد يمكن يجونا طبعا كمان من اختبر نفسك، أو سؤال شامل عن درس كامل، يعني يمكن يجينا عرف عاصمة القوة مع ذكر القانون، العوامل توقف عليها مع الدلالات والواحدات. يمكن يجينا مثلا نعرف الطاقة الحركية طبعا مع قانونها كمان مع دلالاته. يمكن يجينا طبعا نمو هو يعني الفيزياء، فيمكن يجينا عن الحقل الكهربائي طبعا او التحريض الكهربائي، اذكر قانون طبعا فاراداي، او طبعا عندي اذكر التحريض الكهرطيسي طبعا. يمكن يجينا كمان انه من عندي من اشكال الحقل المغناطيسي المتولد عن تيار كهربائي. بالنسبة أنسة للإجابة طبعا عليه 20 درجة، فلذلك يمكن يكون السؤال شامل، أو يمكن يجي كمان كشكل استنتاج، يعني يحطوا لنا شكل صورة ويطلبوا منا تعاليل على هالصورة. بدنا ننبه الطلاب طبعا انه بيكون اختيار سؤالين من 3 او ينتبهوا يكتبوا الاول. تمام. يعني مثل هيك سؤال سؤالين 2 من اصل 3، السؤال الثالث لو كتب الطالب لا يصحح الأول والثاني كما ورد كتابته، يعني بالترتيب الأول والثاني يصحح، الثالث لا يصحح. لو كان هو كاتبه يعني علاماته أكثر فما بياخذ، يكتفي المصحح بالجوابين الأول والثاني. بدي أعطي ملاحظة عن هنا السؤال الأول كمان، نتمنى من أبنائنا الطلبة قراءة السؤال بشكل واضح ودقيق. يعني رح أذكر مثال، حركة الأرجوحة، عندما تتحرك أرجوحة فإنها تتحول من الطاقة الكامنة إلى الطاقة الحركية. إذا لم ينتبه الطالب إلى كلمة فقط فتعتبر الإجابة صحيحة. تمام. لكن كلمة فقط نوهت الطالب أنه أنا هل أقصد بها بحركة الأرجوحة تحول الطاقة بين نوعين الطاقة، طاقة حركية إلى طاقة كامنة أو كامنة إلى حركية؟ فيجب أن يراعي الطالب أثناء الامتحان قراءة السؤال قراءة وفهم المعنى. المعنى دقيق جدا أثناء الإجابة، يعني يتوخى الطالب الدقة في قراءة السؤال. تمام. في عندنا السؤال الثالث، حل مسألتين. تفضل. عندنا مسألتين من الفيزياء. أول مسألة فيزياء ممكن تكون متوقعة إنه من وحدة الحقل المغناطيسي، أغلب الشيء ممكن تكون وشيعة إنه فيها طلبات كثير، أو طبعا تجربة السكتين. أو المسألة الثانية ممكن تكون من الأغلب من الطاقات أو من العزو. هي مسألة وردت خلال العام الدراسي. طبعا الطالب بده يكون ملم بكل الكتاب والمسائل تجي مناسبة للكتاب. سؤال نظري ضمن المسألة تبع الفيزياء، يمكن يسألونا سؤال نظري من ضمن المسألة الفيزياء فالطالب يجاوب عليها. وقد ممكن تحوي المسألة على سؤال استنتاجي. استنتاج بسيط
بيبين فهم الطالب للفكرة المعروضة. هي بالنسبة طبعا لأسئلة الفيزياء. أنسر أنا بالنسبة للكيمياء. الكيمياء مثل ما تعودنا السؤال الأول كمان اختل الإجابة الصحيحة لكل مما يأتي وانقل الإجابة إلى ورقة إجابتك. على هذا السؤال 20 درجة. يمكن أن يأتي هذا السؤال صيغة كيميائية اختاره، يمكن أن يأتي لون مشعر، يمكن أن يأتي هذا السؤال من قلب الدرس أو من اختبر نفسي. ليس واضح من أين سوف يأتي إلا سوف يأتي من ضمن الكتاب. تمام. والإجابة كمان عن سؤالين اثنين من الأسئلة الثلاث. كمان في عنا مسألة كيمياء. هي كمان مهمة جدا. هلأ طبعا مسألة الكيمياء كثير من الطلاب بيحبوا أنه يعرفوا الطريقة طريقة حل مسألة الكيمياء. ممكن أنسير أنا تعرضين مسألة كيمياء وطريقة الحل بالنسبة للطلاب. تأكد الشريحة. لدينا مسألة هنا من ضمن الكتاب دائما المسائل، ونذكر أبناءنا الطلبة الأسئلة جميعها من ضمن الكتاب. لدينا مسألة الكيمياء وردت معنا ضمن العام الدراسي. تفاعل 5.4 غرام من الألمنيوم مع كمية كافية من حمض الكبريت الممدد وفق المعادلة التالية: 2Al زائد 3H2SO4 يعطي Al2SO4 على القوس 3 زائد 3H2. أنوه بعض أبنائنا الطلبة يقولون هل تأتي المعادلة مكتوبة ضمن المسائل؟ إذا لم تأتي مكتوبة ضمن المسألة فهي من المعادلات التي وردت معنا ضمن الكتاب. ومعادلة الكيمياء يجب أن تأتي موازنة. إذا الطالب وضع المعادلة يجب أن ينتبه إلى طريقة الموازنة. هنا نوازن. لدينا 2 ألمنيوم بالطرف الأول المواد المتفاعلة، 2 ألمنيوم 2 بالطرف الثاني المواد الناتجة. لدينا نبقى دائما موازنة عنصر الهيدروجين إلى آخر شيء. لدينا هون CO4 ولدينا هون جذر الـ SO4 على قوس 3. الثلاثة حاطينا هون للموازنة تشمل جميع المركب. ولدينا في النهاية نوازن عنصر الهيدروجين. لدينا هون 2 هيدروجين انضرب بثلاثة فصار عندي 6، وفي الطرف الثاني 6 هيدروجين. إذا المعادلة موزونة وهذا أساس كتابة المعادلة الكيميائية. لا نستطيع أن نتعامل مع معادلة كيميائية إذا لم تكن موازنة. ننتقل الآن وننصح أبنائنا الطلبة. أول عندما نبدأ بحل مسألة الكيمياء يجب أن يضع المعادلة في ورقة الإجابة. ننتقل إلى الطلبات. الطلب الأول اكتب اسم الملح الناتج واحسب عدد مولاته. اسم الملح الناتج هذا يدلنا أن الناتج في الطرف الثاني أي المواد الناتجة. نلاحظ هنا لدينا عنصر الهيدروجين، إذا الملح هو Al2SO4 على قوس 3. يدعى هذا الملح كبريتات الألمنيوم. والطالب لقد مر معنا في درس الأملاح كيف يستطيع أن يسمي الملح. الطلب الثاني احسب عدد مولات حمض الكبريت المتفاعل. الطلب الثالث احسب حجم غاز الهيدروجين المنطلق مقاسا في الشرطين النظاميين. يوجد آخر مسألة الكيمياء الكتل الذرية. طالبنا في الصف التاسع ليس مطالبا في حفظ الكتل الذرية، سوف تكون مرفقة له ضمن ورقة الأسئلة. الآن لنبدأ بالحل. كما قلنا نكتب المعادلة بخط واضح مع الانتباه إلى طريقة الموازنة. ضمن نص المسألة ورد عندنا رقم هو 5.4 غرام من الألمنيوم. يراعى الطالب عند حل مسألة الكيمياء هناك سطرين، سطر ندعوه السطر الثاني وسطر ندعوه السطر الأول. من خلال العام الدراسي وهذه طريقة الحساب الكيميائي لقد مرت لدى طلابنا في السنوات السابقة وتحديدا في الصف الثامن. نضع الرقم الذي قدم لنا من نص المسألة في السطر الثاني تحت المعطى الذي ذكر في نص المسألة. إذا في نص مسألة الكيمياء هناك رقم، هذا الرقم سوف يساعدنا للحل 5.4 غرام. طلب مني الطلب الأول احسب عدد مولات ملح كبريتات الألمنيوم الناتج. الطالب هنا له حرية الاختيار في الرمز الذي سوف يتعامل معه. بعض الطلاب يتعاملون MNV،
دلاله على حجم او عدد مولات او كتل اكس واي زد للطالب حريه الاختيار. اذا لدينا معلومه ولدينا مجهول، نضع المعلومه والمجهول في السطر الثاني اللي هو سطر المعطيات والمجاهيل. الان يجب على الطالب ان يتعامل مع السطر الاول. كيف يملئ الطالب السطر الاول؟ بما انه الطلب كان عندي غرام، فيجب ان يكون العمود غرام غرام مول مول. هنا كيف اجد غرامات الال 2 ال؟ لدينا من الكتل الذريه التي وردت في نص المساله الالمنيوم 27، 27 ضرب 2 54 غرام، اذا العمود الاول تم ملئه من قبل الطالب. ننتقل هنا، كيف يجد الطالب عدد المولات؟ عدد المولات يختلف عن طريقه حساب الكتل. نكتفي برقم الموازنه الموجود على يسار المركب، رقم الموازنه هو كافي لايجاد عدد المولات. نلاحظ هنا في صيغه ملح كبريتات الالمنيوم انه واحد. أصبح لدينا هنا علاقة رياضية بين عمودين يحتوي ثلاثة معاليم ومجهول واحد هو N مول، يقوم الطالب بحسابها بطريقة التناسب التي تعلم عليها من خلال العمليات الرياضية. إذا نضع المجهول N، نضع العملية 1 ضرب 5.4 على 54، وهنا أبناؤنا الطلبة عملية رياضية سهلة، وأحب أن أنوه اليوم إلى أن الطالب يعاني قليلا من الاختصارات. الانتباه بشكل بسيط إلى العمليات الرياضية، نختصر 5.4 مع 54 الجواب 0.1 ضرب 1 إذا الجواب 0.1 مول. هكذا يكون الطالب قد حسب عدد مولات الملح. الطلب الثاني كان لدينا حساب أيضا عدد مولات الحمض المتفاعل. كلمة متفاعل تدل للطالب على أنه في الجهة الأولى المواد المتفاعلة، نعلم أن أي معادلة تحوي على مواد متفاعلة ومواد ناتجة، وننوه خلال العام الدراسي أن المواد المتفاعلة الموجودة قبل السهم والمواد الناتجة بعد السهم. لدينا هنا حمض الكبريت، ومر معنا أيضا في درس الحموض وكيف نسمي الحمض وكيف نتعرف إليه. نلاحظ أن المجهول M مول، حر الطالب بحب يحط N مول X مول، مهم أنه يعرف عن ماذا نتحدث. أما رقم العمود رح نندلي من الرقم الموجود على يسار المركب 3. أصبح لدينا أيضا عبارة عن عمودين مع بعضهم يحوي كل نحو هنا 3 معاليم ومجهول واحد، كمان نستطيع أن نحلها من خلال عملية التناسب بين 3 معاليم ومجهول. أحب أن أنوه تنويها، يستطيع الطالب أن يتعامل مع هذا العمود والعمود الذي استنتجه، لكن نحن نوجه أبنائنا الطلبة نعود للعمود الأساسي الذي لدينا رقم معلوم، نخشى أن يكون الطالب حصل على جواب خطأ فيسير في الخطأ في طلبات المسألة التابعة. الطلب الأخير كان لدينا في نص المسألة احسب حجم الغاز المنطلق. أكيد لدينا هنا غاز منطلق هو عبارة عن غاز الهيدروجين، وفي الشرطين النظاميين لقد مر مع أبنائنا الطلبة أن الشرطين النظاميين هما الضغط الجوي النظامي 1 أوتوم ودرجة الحرارة 0 درجة سيليسيوس. إذا نتعامل مع حجوم لدرجة حرارة معينة وضغط معين، لأنه عندنا نعلم أنه إذا اختلفت شروط المسألة تختلف المعطيات. إذا لدينا المطلوب لدينا في لتر، كيف يستطيع الطالب أن يعبي هذا العمود؟ هنا نعلم أن حجم أي غاز في الشرطين النظاميين هو 22.4، ونوه لأننا نلاحظ أبناءنا الطلبة يكتفوا ب 22.4، انتبه ضرب عدد المولات، عدد المولات هو الرقم الموجود على يسار المركب. إذا أصبح لدينا 3 ضرب 22.4، نعود هنا عمودين كما اتفقنا، العمود الأول والثاني لدينا 3 معاليم ومجهول، نستطيع أن نحلها من خلال العملية الرياضية التناسب. نعود كمان نذكر الطلاب الاختصارات تكون سهلة، عبارة عن اختصارات عمليات رياضية، ونضرب 3 ضرب 2.4 عندما اختصرنا البسط هنا مع البسط، يطلع الجواب 6.72 لتر. وننوه أيضا يا أبنائنا الطلبة، لا يوجد رقم في مادة الفيزياء أو الكيمياء دون وجود الواحدة لا نستفيد منه. دائما في مادة الفيزياء والكيمياء أرجو أن نرفق الرقم بالواحدة لكي نعلم ماذا نتعلم. شكرا لكم. شكرا أنسة لبنى، ردنا السؤال، هل ممكن أن نطلب من الطلاب بالامتحان صيغ كيميائية غير موجودة في الكتاب أو معادلة غير موجودة في الكتاب؟
هلا نحن انه دائما بنقول انه فينا انه نعتمد على الكتاب، بس طبعا اذا الواحد تعلم كيف طريقه كتابه المعادله بشكل صحيح فيه يكتب اي معادله مهما اجت، يعني حتى الصيغ الكيميائيه طبعا انه مو ضروري يجيني المركب اللي موجود بالكتاب. انا بما اني تعلمت الجذور الكيميائيه مع اي معادن بيرتبط، فانا فيني اسمي الاملاح تبعاتي من خلال الجذر الكيميائي طبعا السالب اذا نحن نسميه، ومع المعدن الموجب. طبعاً. طبعا اذا بتلاحظوا اغلبيه المركبات الكيميائيه بتتكون من جزء موجب وجزء سالب. الجزء الموجب طبعا هي اغلبيتها معادن، وطبعا انه جذر الكيميائي الامونيوم هو انه بيعتبر من معامله المعادن، يعني انه له شحنه موجبه. اما الاجزاء السالبه طبعا نعتبرها هي اللا معدن، وبتختلف عن المعادن بصفاتها بخواصها مختلفه تماما. وفي عندي كمان انه القسم السالب فينا نقول الجذور الكيميائيه. الجذور الكيميائيه طبعا كمان هي انه عباره عن قسم السالب. الجذر الكيميائي هو عباره عن مجموعه ذرات مرتبطه مع بعضها البعض مختلفه خواصها عن كل عنصر موجود لحاله. تمام. يعني بس طبعا غالبا الصياغ والمعادلات هي تكون من كتابنا اكيد يعني. تمام. كمان عم وردنا سؤال انه شو المواد اللي لا يمكن ان تكتب بشكل ايوني، لا تكتب عاده بشكل ايوني، ممكن انسرنا تعطينا بعض المواد للطالب؟ نوهنا من خلال درس الاملاح والتأيين ان هناك بعض اثناء كتابه المعادله بعض المواد التي لا تؤين ضمن المعادله، لكنها بالواقع اذا نفوت بالتفاصيل تحت عمليات تأيين. فذكرنا لابنائنا الطلبه هناك الغازات، هناك طبعا. السوائل، المواد الصلبة الحرة الموجودة بالحالة الصلبة هاي لا تكتب مؤينة طبعا. في ضمن المعادلة. ما نتعنى الغازات، عنا المواد السائلة، وهناك بعض الأملاح الغير زوائل كمان لا تكتب بشكل أيوني، والعناصر الحرة أيضا لا تكتب ضمن المواد الصلبة. أيوني. تمام. في عنا بحث بضمن الكتاب هو عزم القوة وعزم المزدوجة. عزم القوة يتعلق بشدة القوة وذراع القوة، وعزم المزدوجة يتعلق بشدة إحدى القوتين أو الشدة المشتركة للقوتين والبعد العمودي بين القوتين. في عنا كمان مسألة بنحب نعرضها على الطلاب لإيجاد طول الذراع، يعني دائما عم يوقعوا الطلاب بطول الذراع، إيجاد طول الذراع بالنسبة للمزدوجة أو بالنسبة لعزم القوة. ممكن أنسة لبنى بس توضحي لنا هالفكرة؟ طبعا نحن عنا عزم المزدوجة. نحن اذا بتذكروا حكينا عن درس العزم القوة، عزم المزدوجة وعزم القوة تقريبا هن متشابهين مع بعضهم، فينا نحن نشبههم قريبين لبعضهم، فينا نعمل مقارنة بيناتهم. اول شيء رح نعرف القوة اللي مرقت معنا، كانت هي كل مؤثر قادر على تغيير يا الحالة الحركية للجسم المعين او شكله. عندي طبعا المزدوجة لا رح لاقي انه هي عبارة عن قوتين، مثل ما ملاحظين نحن عنا اف واحد وعنا اف اثنين، هذول القوتين لدينا هذول القوتين طبعا لاحظناه ان قوتين شاقوليتين. لقينا القوة F1 طبعا للأعلى والF2 هي متجهة نحو الأسفل، يعني هن قوتان متعاكستان بالجهة. لاحظنا انه F1 انه الشده تبعها او القيمه تبعها متساويه مع اف2. فهلا رح نعرف المزدوجه انه هي عباره عن قوتين متوازيتان حاملا متعاكستان جهتان متساويتان بالشده او بالقيمه. طبعا المزدوجه يمكن تجي طبعا من ضمن الخيارات، يعني اختار الاجابه الصحيحه، يمكن تجيني من ضمن السؤال اجب عن الاسئله التاليه انه عرف المزدوجه ومن ثم عزم المزدوجه. رح نعرف عزم، معنى كلمة العزم، يعني هلا أنا في عندي عزم القوة وفي عندي عزم المزدوجة. معنى كلمة العزم إنه أنا الفعل التدويري لجسم الصلب طبعاً. أنا بلاحظ إنه هو عم بيقوم بفعل تدويري، يعني مثل عنا إذا نحن عزم القوة مثل الباب، فالباب طبعاً عم بيعمل حركة تدويرية طبعاً أو دورانية. لدينا طبعاً عزم المزدوجة فهون عبارة عن قوتين، فهي عم بتعمل فعل تدويري. عندنا ذراع المزدوجة أو طول ذراع المزدوجة هو البعد العمودي بين القوة الأولى والقوة الثانية، بنسميه طبعا بنرمز له بدي وواحد بالمتر. طبعا أحيانا بالمسائل يمكن تجيني بالسنتيمتر فإجباري لازم أحول للمتر، فنحن لازم ننتبه إنه من سنتيمتر للمتر بنقسم على 100. طبعا في عندي كمان يمكن تجي الدي بالمليمتر، هذول أغلب الواحدات، فالمليمتر للمتر كمان بنقسم على ألف. عندنا طبعا عزم المزدوجة،
نحن اذا بتذكروا اخذنا طبعا بعزم القوه انه نحن قانون عزم القوه هو طبعا طول ذراع القوه ضرب شده القوه. اما هون صار عندي قوتين، فنحن رح ناخذ القوه المشتركه للقوتين او شده احد القوتين. يعني فينا ناخذ نحن احد شده القوتين، يعني انه اف تساوي اف 1 تساوي اف 2، وفينا ناخذ القوه المشتركه انه ناخذ متوسط الحسابي للقوتين، يعني اف 1 زائد اف 2 على 2 فبيطلع نفس القيمه لانه اف 1 واف 2 متساويتان. فعزم المزدوجة طبعا بالقانون هو طول ذراع المزدوجة ضرب شدة أحد القوتين. طبعا نحن هذا القانون ما بنغيره لأنه نحن إذا قلبنا بين طول الذراع وشدة القوة طبعا بالرموز فبصير عندنا قانون العمل، فالعمل له واحدة بالجملة الدولية، أما هون العزم ليس له واحدة بالجملة الدولية غير واحدته هي متر بنيوتن. طبعا واحد طول الذراع ضرب واحد شدة القوة اللي هي نيوتن. طبعا هي عزم المزدوجة، نحن عندنا العزوم يمكن تكون موجبة ويمكن تكون سالبة. طبعا إذا كانت نحن عم بتدور، إذا هون نحن اعتبرنا محور دوران فعم بتدور القوة اف 1 بهذا الاتجاه يعني عكس عقارب الساعة فهي طبعا موجبة. أما إذا كانت عندي اف 2 عم بتدور مع عقارب الساعة فنحن بنقول لها هي سالبة. لو كانت اف عم بتدور مع عقارب الساعة فهي عزمها سالب. لدينا مسألة العزوم. صفحة أنسي مسألة صفحة 61 صفحة 61 من الكتاب مسألة ثانية بالنسبة لبحث العزوم. هي المسألة تشمل طبعا إيجاد عزم القوة وشاملة لبحث التوازن أيضا. نحن عندنا شكل حاطين اياه طبعا، هذا الشكل لاحظت فيه قوة أولى اف 1 وعندي قوة اف 3 وعندي قوة اف 2 وعندي طول مسطرة. فقال لي ساق أفقية متجانسة، طبعا A B طولها 2 متر، يعني أعطاني من هون لهون هي عبارة عن 2 متر. قابلة للدوران، يعني أعطاني إنه هي رح تقوم بالدوران، فنحن هون عرفنا إنه في عندنا عزوم، لأنه بما إنه عم بتعمل بفعل تدويري. حول محور دلتا، الدلتا لاحظوا إنه هن كاتبين لي إياه إنه مار بمنتصف الساق المعدنية اللي عندي إياها أو الأفقية. فهي بما انه بمنتصفها اذا عندنا طولها كلها 2 فنحن اذا بمنتصفها لازم نقسم على 2 ف2 تقسيم 2 بيطلع معي 1. فانا بعد دلتا عن بعد عن النقطه بي اذا اعتبرنا هي النقطه بي فهو 1 وبعد المحور دلتا عن النقطه اي هو كمان 1 متر. لدينا قارنا بالشكل انه ضغط على القوه التاليه انه عندي 3 قوات كل قوه عاطيني قيمها طبعا بالترتيب اف 1 هي عباره عن 20 نيوتن، عندي اف 2 هي عباره عن 10 نيوتن، اف 3 5 نيوتن. انا لازم انتبه على القوات هل هي تمر بمحور الدوران او لا تمر بمحور الدوران عشان انا اعرف اذا انا عندي بنعرف نحن العزم انه بينعدم اذا كان يمر او يلاقي محور الدوران. فانا لاحظت انه اف 1 هي لا تمر بمحور الدوران بس لقيتها هي صانعه زاويه مع الساق، هي الزاويه 30 درجه طبعا. فانا لقيت انه عندي البعد من A للمحور دلتا هو قياسه 1 متر وعندي زاويه 30 فبتفيدني لحساب طول الذراع وقت بيطلب مني الاستاذ او طبعا بالمساله بالكتاب والامتحان انه طول الذراع القوه اف 1. فطول الذراع القوه اف 1 هو البعد بين القوه اف 1 ومحور الدوران. فانا لحتى اقدر احسب هذا البعد بين محور الدوران طبعا والقوه رح احسبه من حسب قانون مثلث القائم. عندي زاويه 30 ومثلث قائم فيني بعرف انه عندي الضلع المقابل للزاويه 30 يساوي نصف طول الوتر، فانا عندي محور دلتا مع الاي النقطه اي هي طبعا الوتر، فانا عندي طوله 1 متر، فهو نص ال 1 متر يعني هو رح يطلع 0.5 متر، هي طبعا طول الذراع القوه اولى اف 1. لقيت اف 2 طبعا بالنقطه بي، البي تبعد عن محور الدوران، البعد طبعا دي هو اللي عباره عن 1 متر، يعني نحن بنرمز لدي 2 لانه هي تابعه للقوه الثانيه، يعني طول الذراع القوه الثانيه فهو 1 متر. لقيت القوه الثالثه تلاقي محور الدوران او تمر بمحور الدوران، فانا بما انه تمر بمحور الدوران فطول الذراع معدوم يعني صفر، فرح يكون طول الذراع القوه الثالثه دي 3 هو 0 متر طبعا. رح نحسب عزم كل قوه من هذه القوه القوة طبعا حول المحور دوران. وردنا سؤال كمان انه عندما يكون الحامل يلاقي محور الدوران هل بالضروره القوه معدومه؟ القوه وانما القوه بتكون موجوده. لا القوه موجوده بس العزم نحن عندنا معدوم لانه رح ينعدم طبعا طول الذراع. هلا انا لاحظتوا اذا قلت لكم عندي اف 3 هي تلاقي انه محور الدوران فبالتالي بعدها او طول الذراع تبعها انه هو صفر، يعني لانه ما عندي بعد، يعني القوه موجوده
تمام، بس عزمها هو او فعلها التدويري معدوم. تمام، تلاعبها صفر وبالتالي عزمها معدوم، رح يكون صفر. فهون الطالب عم يسال انه مو لازم يكون القوه معدومه؟ لا، لا. القوه ليست معدومه وانما عزمها. تمام، فعلها التدويري معدوم، لا تقوم بفعل تدويري هذه القوه، لا تقوم بفعل تدويري. تمام، فانا رح نحسب عزم كل قوه، رح نحسب عزم القوه اف واحد. فنحن لحساب عزم اف واحد بنحتاج لقانون طبعا عزم القوه، فهو جاما تساوي انه طبعا دي واحد ضرب اف واحد. فعندي دي واحد ضرب اف واحد رح نحسبه، فهو عندي اذا لاحظتوا نحن ان طالعنا 0.5 من المثلث القائم اللي عندي زاويه 30، فهو الضلع المقابل للزاويه 30 بيساوي نصف طول الوتر، فطلع معنا اذا بتذكروا 0.5 متر، وبما انه هو بالمتر فما بنحتاج للتحويل. ضربناه طبعا بقيمه القوه اللي عاطيني اياها بنص المساله فهي 20. فبتعرفوا بالرياضيات الصفر بتنزح مع الفاصلة بتروح، فبيبقى 2 ضرب 5 فهي 10 متر بنيوتن. طبعا نحن حطينا واحدة العزم، واحدة العزم ما فيني غير فيها، يعني ما فيني احط نيوتن بالمتر، انا لازم دائما احطها متر بنيوتن، لانه نيوتن بالمتر بتعطيني واحدة بالجملة الدولية بتعطيني العمر، يعني نحن فينا نحكي. فالعزم الثاني للقوة الثانية، فنحن بس رح ننبه انه العزم مقدار جبري، يعني هو بياخذ موجب وسالب، مثل حكينا بالفقره انه نحن اذا كان عكس دوران عقارب ساعه فهو رح يكون موجب، اما مع دوران عقارب ساعه سالب. اف واحد عم بتدور بهذا الشكل فهي عكس دوران عقارب ساعه، اما اف اثنين فهي شو عم بتدور معي؟ مع عقارب، لا اف واحد فهي عم بتدور مع عقارب ساعه، اما اف اثنين عم بتدور عكس عقارب، لا بدي اف واحد هيك، هي هون الشعاع اف واحد عشان تشوفوا، فهي دوران عندي موجب لانه عم بتدور هيك، فهي عكس عقارب ساعه. اما اف اثنين فهيك دورانها فهي مع عقارب ساعه، فهي رح يكون عزمها سالب، اما هي رح يكون عزمها موجب. اما نحن طبعا عزم القوه الثالثه بما انه هو معدوم لانه بعد محور الدوران انه عندي عن القوه ما في صفر، فبالتالي رح يكون العزم تبعي معدوم، وبالتالي رح يكون طبعا ما بيهمني انه الاشاره صفر انه موجب او سالب طبعا للصفر. فلاحظنا هون ناقص واحد طبعا، لان البعد بين محور الدوران لقينا والنقطه بي هي واحد، لانه هي بمنتصف القطعه المستقيمه. ضرب 10 فهي ناقص 10 متر بنيوتن. اما هون لاحظنا ان البعد الثالث مثل انه هو بما انه يلاقي فهو صفر، فصفر ضرب 5 فهي صفر متر بنيوتن، لانه اي رقم نضربه بالرياضيات بصفر فبيطلع جواب صفر. فعندي طبعا الطلب الثالث قايل لي بده محصله أنسي لبنى. كمان وردنا سؤال على المسألة إنه كيف عرفنا بأنه هذا المثلث قائم؟ طبعا هو اذا لاحظتوا طبعا حتى نحن بالمساله تبع اللي بالكتاب حاطين هون زاويه قائمه، كان الذراع هو البعد العمودي بين، لا هو كمان عاطينا اياه، هو كمان حاطينا بالمساله تبع الكتاب انه زاويه قائمه، بس نحن اذا بدنا نحكي انه نحن اذا حكينا بتذكروا انه قلنا دائما طول الذراع هو البعد العمودي بين محور الدوران والقوه، او فينا نقول مثلا اذا كان مزدوجه فهو البعد بين القوتين، بس هو البعد العمودي بين حاملين القوتين. وسؤاله احمد انه كيف عرفنا انه هذا المثلث قائم؟ الذراع هو البعد العمودي بين محور القوة طبعا ومحور الدورة. تمام، والزاوية القائمة وين موجودة انسي؟ بس الزاوية القائمة هون موجودة عندنا. تمام، فلذلك عندي هذا الضلع قائم وهذا الضلع قائم طبعا. تمام. وهذا الوتر. تمام. فبالتالي نحن نلاحظ ان الضلع هذا لانه هو هذا البعد بين القوة ومحور الدورة. فبالتالي بما انه بدنا هذا البعد فهو الضلع المقابل للزاوية 30، فحسب طبعا بالرياضيات اخذينا فهي تساوي نصف طول الوتر. يعني الذراع نسخه عمود من حامل القوه او من محور الدوران الى حامل القوه. حتى فينا نحسبه طبعا غير النظريه تبع انه الضلع المقابل للزاويه 30 انه يساوي نصف طول الوتر، على حسب فينا طبعا هنيك ما فينا نحسبه لانه ما عندنا ضلع ثاني، بس فينا نحسبه على الساين. انه ساين ال 30 فهي المقابل على الوتر، فالمقابل غير معروف، بس ساين ال 30 معروفه هي قيمتها نص، فبالتالي نص يساوي انه الضلع المقابل اذا رمزنا له مثلا دلتا دلتا فتحه، فدلتا دلتا فتحه رح يكون بالبسط، اما بالمقام رح يكون دلتا اي فهو اللي طوله 1 متر. يعني كل حال بالتالي بالتناسب يعني بالتقاطع. الرياضيات الضلع المقابل للزاويه 30 نصف الوتر هلا طبعا كلها الطالب وارده معه بيعرفها. طبعا هي وارده من الصف الثامن بالرياضيات، ونحن دائما الرياضيات والفيزياء دائما مرتبطين مع بعض، يعني الفيزياء نحن بس القانون بنكتبه، اما الباقي كله عمليات رياضيه. يعني لبنى كمان هلا بالنسبه للطلب الثالث ايجاد محصله عزوم القوى،
كمان عنا احد الطلبه عم يسال انه بده توضيح للتوازن الدوراني، فهو الطلب الثالث هذا. طبعا هو عم بيحكي عن التوازن الدوراني اصلا الطلب الثالث، بس اذا بتشرحي له يعني شوي لل... هلا طبعا وقت هو بده ما حصلت العزوم عنا، فنحن اذا لاحظتوا هلا انه العزوم هو مقدار جبري، فهو بياخذ موجب وبياخذ سالب. وقت انا بدي اخذ العزوم كلها، فانا بدي اخذ العزوم كل القوات المطبقه على القطعه المستقيمه اللي عندي اياها، فلقيت انا عندي ثلاث قوات مطبقه فعندي ثلاث عزوم، فبالتالي رح ناخذ المجموع الجبري لإله. طبعا ما فينا نحط اشاره زائد او موجب غير طبعا لتبعا لهو دورانه، هل هو عم يدور مع عقارب الساعه او عكس عقارب الساعه. التوازن الدوراني هو كان شرط من توازن جسم الصلب انه عندي، هو وقت ينعدم العزم، يعني وقت ينعدم الفعل التدويري لجسم الصلب، فبكون تحقق عندي التوازن الدوراني، يعني بقيت عندي القطعه المستقيمه ثابته او متوازنه او ساكنه، يعني لم تتحرك او لا تدور، فهذا هو التوازن الدوراني. بس تعيدي لهم انسى شرط التوازن الدوراني. انه اذا انعدمت محصله العزوم الخارجيه المطبقه علينا فبيكون تحقق توازن دوراني، فهو نحن فينا نقول انه سيجما يعني هو مجموع، جاما طبعا هي محصله العزوم الخارجيه، فطبعا هون كمان بالكتاب في عندنا حاطين انه دلتا يعني حول محور الدوران، فنحن فينا نعتبر على المساله طبعا حول محور الدوران دلتا. فهو طبعا كان عندنا العزم الاول زائد عزم الثاني زائد عزم الثالث، بس طبعا نحن بننتبه على الاشارات تبع العزوم، يعني نحن هل هي عم بتدور مع عقارب الساعه ولا عكس يعني عقارب الساعه؟ يعني هو جمع جبري بده يكون، طبعا هو جمع جبري، يعني بدي انتبه على الاشارات تبع الجمع الجبري، ونحن لاحظوا حتى ان العزوم هو مقدار جبري، اما القوات هي مقدار شعاعي او متجهه، فهي بتتعين باربع عناصر. حتى الشرط طبعا اذا نحن بما انه ذكرنا شرط التوازن الدوراني رح نذكر شرط التوازن الانسحابي، هو انعدام من القوى الخارجيه المؤثره عليه لجسم الصلب، طبعا محصله القوى الخارجيه المؤثره عليه، فبنلاقي هنيك انه سيجما اف شعاع انه حاطين له، فهن انه عندي شعاع الاف يعني مقدار شعاعي، اما هون مقدار جبري بتاخذ الاشارات الموجبه مع القيمه او القيمه العدديه. عندنا هون 10 ناقص 10 زائد 0 تمام زائد 0، فبتعرفوا انه اي عدد بنجمع له صفر او بنطرح له صفر ما بيغير القيمه، فبالتالي بما انه 10 ناقص 10 هدول عددين مع معكوسه، يعني عدد مع معكوسه، فبالتالي الجواب رح يكون صفر. وحده العزم بما انه هو عزم لو كانت محصلته رح تكون نفس وحده العزم هي متر بنيوتن. وبما انه محصله العزوم معدومه فيبقى تمام، فيبقى انه الجسم او الساق المعدنيه متوازنه او ساكنه، او طبعا انه لا تتحرك او لا تدور. الساق المعدنيه عندما تخضع لهذا طبعا هو هذا انه انا ما قارنت عليه الاستاذ لانه هو في بعدين قالوا عيد الطلب وبعدين حكوا. الساق المعدنيه التي خضعت لهذه القوى بهذه الذراع لكل وحده ذراعها تبقى متوازنه تمام، انه ما بتتحرك او ما محصله العزوم معدومه معدوم. عنا ثانيا رجعوا قالوا لنا عيدوا الطلبات من اول وجديد، قالوا لي عيد حل الطلب الثاني والثالث، يعني بدي احسب عزم كل من القوى هدول، بس اذا غيرنا اتجاه القوه اف 2 يعني ساوينا اتجاه القوه اف 2 بدل للاعلى نحو الاسفل، فانا رح الاقي اذا انا رسمتها طبعا نحو الاسفل فرح الاقي دورانها رح يرجع طبعا مو هي هون محور الدوران، فرح الاقي دورانها بهذا الاتجاه انه هو عكس عقارب الساعه بده، انه هي رح تصير هيك بهذا الاتجاه، فبالتالي رح تكون شو عكس دوران عقارب الساعه، فبالتالي رح يكون العزم عندي موجب، فبالتالي رح الاقي انه انا وقت احسب العزم للقوه الاولى ما رح يتغير لانه ما تغيرت القوه الاولى اتجاهها، اما عزم القوه الثانيه تغير العزم تبعها لانه هو مقدار جبري، اما البعد ما تغير عن محور الدوران، بس اللي تغير الاشاره تبعي انه هون صارت موجبه لانه هي عم بتدور عكس عقارب الساعه، العزم الثالث بقي صفر لانه هي لساعتها ماره بمحور الدوران، فبالتالي لا يوجد بعد بيناتهم. فلقينا صفر، فجمعنا محصله العزوم فلقينا انه 10 زائد 10 زائد صفر فبتطلع معي 20 متر بنيوتن، فهون نستنتج انه هون رح تدور الساق، فهون طبعا رح تكون بفعل تدويري، فهون ما بتحقق معي التوازن الدوراني انه ما انعدمت محصله القوى الخارجيه، فبالتالي هون تحركت الساق، اما لاحظوا طبعا هون في استنتج قال لي استنتج بين الطلب هذا وبين الطلب اللي قبله، فالطلب اللي قبله لاحظنا انه محصله العزوم هي صفر، اما بالطلب الثاني وقت عدنا لقينا محصله العزوم 20 وقت غيرنا اتجاه القوه، فانا بدي انتبه وقت غير اتجاه القوه يمكن تغير معي محصله العزوم، وبالتالي بما انه تغيرت معي محصله العزوم يمكن تغيري يعني تخليه يكون يدور بعدين ثم لا يدور، او بالعكس لا يدور ومن ثم يدور يعني يقوم بفعل تدويري. هلا لاحظنا انه هون لا يدور كان او لا يقوم بفعل تدويري، اما بالطلب اللي بعده وقت عدناها فلقينا انه هو يدور او يقوم بفعل تدويري. طبعا هذا كان عن درس العزم القوه عزم المزدوجه، فبما انه حكينا شرطي توازن
الانسحابي والدوراني، رح نحكي انواع التوازن جسم الصلب. عندي ثلاث انواع للتوازن جسم الصلب، عندي توازن مستقر، توازن مطلق، توازن قلب. توازن قلب، فعندي التوازن المستقر بيكون طبعا محور التعليق فوق مركز الثقل تبعه. اما توازن طبعا المطلق فرح يكون عندي محور التعليق مار بمركز الثقل، اما رح الاقي طبعا التوازن القلب رح الاقي محور التعليق طبعا تحت مركز الثقل تبعه، فبالتالي رح الاقي انه هو قلب. وانا طبعا اذا زحته عن وضع التوازن رح يرجع على نوع التوازن المستقر، فبالتالي بنكون نحن هيك انه خلصنا وحده العزوم. معناتها بالمسألة الطلب الثاني كانت أدت هذه القوى، لم تؤدي هذه القوى حركة دورانية، أدت لتوازن الساق. أما في الطلب الثاني كان هناك دوران بالنسبة للساق، لأن محصلة العزوم ما كانت معدومة. شكرا لك أنسر. أنا أنسر أنا السؤال عم يسألنا الطالب فيها عن علل عند تقريب القطب الشمالي لمغناطيس من وشيعة يصبح وجه الوشيعة المقابل للمغناطيس شماليا. ممكن أنصفي عنا هذا السؤال موجود عندنا بالبحث الأول تبع التحريض والمغناطيسية، تابع لقانون لينز، تولد أفعالا تعاكس السبب الذي أدى إلى حدوثه، وذكرنا وقتها للطلاب وأكيد الأساتذة كلهم ذكروا أنه عند تقريب القطب الشمالي بحالة التقريب يصبح الوجه الوشيعة جنوبيا وعند التبعيد يصبح شماليا، فهذا الشيء مذكور ضمن نص الكتاب وموجود لدينا أحد الأسئلة تنوه من خلال رسم توضيحي لهذا السؤال. إذا نجاوب بأنه حسب قاعدة لينز تولد أفعالا تعاكس السبب الذي أدى إلى حدوثه. تمام. كمان أنسيرنا ورد سؤال، كيف يستطيع الطالب حساب حجم الهواء إذا حسب حجم الأكسجين بالمسألة؟ كيف يستطيع حساب حجم الهواء؟ نعلم أن حجم الأكسجين هو خمس حجم الهواء، فبعد أن حسب الطالب حجم الأكسجين يستطيع من خلاله أن يضرب بخمسة فيتوصل من خلاله إلى حساب يعني حجم الأكسجين ضرب خمسة. في عنا كمان بأبحاث الكتاب بحث الأملاح، بده يتعرف الطالب على صيغة الملح واسم الملح، ومن المعروف أيضا أن الأملاح تشتق عادة من الحمض. تمام. ويهم مهم بالنسبة للطالب معرفة الأملاح الذوابة عن الأملاح غير الذوابة. تفضل يا الأملاح. نعلم أن من بحث الأملاح يجب أن أولاً أن يتعلم الطالب ما هو الملح. الملح هو مركب أيوني يتكون من شقين، شق موجب وهي عبارة عن معدن أو جذر الأمونيوم، وشق سالب هو عبارة عن أحد جذور الحمض باستثناء الأكسجين. لدينا هنا جدول توضيحي لكي يعرفنا على الملح. في بحث الأملاح يكون الطالب قد تعرف على الحموض وقد تعرف على الأسس وينتقل بعدين إلى دراسات بحث الأملاح. تلون الأملاح مشعر عباد الشمس باللون البنفسجي، وهذا السؤال يذكر للطالب أكثر من دورة ورد لديه، ماذا تلون ورقة عباد الشمس في الحمض وفي الأساس وفي الأملاح؟ ننوه، الأملاح تلون ورقة عباد الشمس باللون البنفسجي، بالحمض باللون الأحمر، والأسس باللون الأزرق. وسط معتدل. لدينا الأملاح، لدينا هون بعض ورد في الكتاب أكثر من نوع للملح وكيف نشتق ونحصل عليه، لكن هناك جدول. لدينا صيغة الملح MgCH3COO على القوس 2. هذا الملح اسمه خلات المغنيسيوم. يستنتج الطالب اسم الملح من اسم جذر الحمض الذي اشتق منه. نلاحظ أن هذا الملح اشتق من حمض الخل، لأن الطالب يعني من خلال درس سابق ورد لدينا ما هو حمض الخل. حمض الخل CH3COOH. ولدينا جدول كامل في هذا الدرس لكي نتعلم من خلاله ما هي الأملاح الذوابة وغير الذوابة. هنا بما أن الملح يتبع إلى جذر الخل فهو ذواب، وأيضا سوف نرفق ذلك. لدينا الملح، جميع أملاح الخلات، جميع أملاح الخلات ذوابة، جميع أملاح التي تشتق من حمض الخل هي ذوابة، جميع الأملاح التي تشتق من جذر النترات ذوابة. ليست جميع الأملاح من الكلور، لكن الكلورات نصنفها بأنها ذوابة
باستثناء إذا اتصل به أربعة عناصر سوف نتحدث عنها. ولدينا أيضا الكبريتات، نقول أن الملح المشتق من جزر الكبريتات ذواب، لكن عندما يتحد فيه ثلاثة عناصر موجودة لدينا في الكتاب يتحول إلى غير ذواب. أما الأملاح غير الذوابة فلدينا الكربونات والفوسفات باستثناء بعض الحالات. نلاحظ أن الملح التالي لدينا PPCl2، يسمى هذا الملح كلوريد الرصاص. تسميته اشتق هذا الملح من حمض الكلور، حمض الكلور كما يعلم أبنائنا الطلبة HCl. هذا الملح هل هو ذواب أو غير ذواب؟ ضمن الجدول الموجود في كتابنا الكلورات هي ذوابة باستثناء أربعة عناصر. من هذه العناصر كان لدينا الرصاص فصنف هذا الملح بأنه غير ذواب. لدينا أيضا الملح الثالث NH4NO3. يجب على الطالب أن يحفظ كيف يسمي الملح. هذا الملح نسميه نترات الألمنيوم، إذا مشتق من حمض الآزوت اللي هو عبارة عن HNO3 واتحد فيه جذر الموجب اللي هو جذر الأمونيوم. وينوه الطالب أن كل ملح سوف يرد معنا عبارة عن شقين، شق موجب وشق سالب. ونلاحظ هنا كما عرف الملح بأن الشق الموجب إما معدن أو جذر الأمونيوم. هذا الملح نقول بأنه ملح ذواب لأنه ذكر أيضا جميع الأملاح التي تحوي على جذر النترات هي أملاح ذوابة. في درس الأملاح يجب على الطالب أن ينتبه لتعريف الملح، كيف يسمي الملح، كيف يميز بين الشقين الموجب والسالب، كيف يسمي الملح. بعض أبنائنا الطلبة وجودنا صعوبة في التسمية. كل طالب يجب عليه أن يحفظ الصيغة الكيميائية وهو تعليم تتابعي، أيضا حفظ بكم من درس الحمض كيف يسمي الحمض الأسس ثم ينتقل إلى بحث الأملاح. لدينا في الكتاب 7 معادلات لتكوين الأملاح، يجب على أبنائنا الطلبة أن يتعلموا كيف يشكلوا هذه المعادلة، كيف يتم موازنتها. وذكر أيضا ضمن الكتاب كيف نكتب المعادلة الجزئية لبحث الأملاح والمعادلة بالشكل الأيوني، فيجب عليها أن ينتبه إليها. وذكرنا اليوم من خلال الجلسة أن هناك بعض المركبات التي لا تكتب بالصيغة الأيونية ضمن المعادلة، أعود وأذكر بها، هي المواد الصلبة، المواد السائلة، المواد الغازية، يكتفي الطالب بكتابتها ضمن وضعها الطبيعي. شكرا. أنا بس ورد سؤال، ما هو جذر اللي بيشتق من حمض كلور الماء؟ هل هناك جذر يستخرج من حمض كلور الماء؟ قلنا الكلور، الكلور صيغة الكلورات كلياتها هي صيغة، ليس نقول عنه أنه هو عبارة عن حمض HCl. حمض كلور الماء ليس له، ليس لديه صيغة، ليس له جذر. CL هو لا معدن مضبوط، هو بالحالة العادية ليس، لأن طالبنا قد تعرف إلى تعريف الجذور من خلال المرحلة السابقة. نقصد بجذر هي الذرات التي تتحد مع بعضها البعض وتسلك سلوك مركب واحد ضمن المعادلة الكيميائية أو ضمن التفاعل. فيجب أن يكون قد علم الطالب ماذا نقصد بجذر الكيميائي. الجذر هو عبارة عن ارتباط هذه الذرات ببعضها البعض. تمام، هو عم يسأل انه في جذر بيطلع من حمض الكلور. لا، عبارة عن ايون الكلور، ايون الكلور هو الذي سوف يتفاعل معه اثناء المعادلة. كمان ورد عندنا سؤال، شو الفرق بين كلورات البوتاسيوم وكلوريد البوتاسيوم؟ كلورات البوتاسيوم بتكون فيها عندي الاو عنصر الاكسجين موجود في احدها ولا يوجد في الاخرى، فهنا تختلف التسميه. كل مركب كيميائي يتحد فيه ذره او يخسر ذره تختلف تسميته من مركب الى اخر. كلورات البوتاسيوم KClO3 بينما كلوريد البوتاسيوم KCl فقط. KCl كمان ورد معنا في الكتاب بحث المحاليل الحمضية والمحاليل الأساسية. قد ترد أسئلة مقارنة بصدد هذه المحاليل، ممكن أنسة توضحي لنا الحموض والأسس. ذكرت الأنسة لنا بأن الحموض تلون ورقة عباد الشمس باللون الأحمر والأسس تلون ورقة عباد الشمس باللون الأزرق. تمام، نحن عندنا المحاليل الحمضيه وعندنا المحاليل الاساسيه. طبعا المحاليل الحمضيه طبعا بدي انسب المحاليل الحمضيه اذا بترجعي لفوق. ايوه اي تمام هون. تمام،
المحاليل الحمضيه رح نلاقي انه عندنا انه بيتم الكشف عنها بورقه عباده الشمس. طبعا عباده الشمس ورقه هي لون بنفسجيه، بس حطيتها بالحمض فبتعطيني لون احمر، فبدني انه هو هي الماده اللي عندي اياها هي ماده حمضيه. عندي الحمض دائما هو بيكون مكون من قسمين، كمان قسم موجب وقسم سالب. القسم الموجب دائما هو الايونات الهيدروجين، يعني انا بلاقي دائما عندي الاتش موجب هي تبع الايونات الهيدروجين مشتركه بكل الحموض عندي. تمام. بكل حمض عندي اياه، لو كنا نحن اخذين هلا الدور الخمسه الاربعه او الاكثر منهم شوي، فكل الحموض رح نلاقي انه عندي الايون الهيدروجين موجود فيها. فانا عندي طبعا الحمض كمان بتكون مثل ان من الايون موجب او شق موجب وشق سالب. طبعا الشق الموجب مثل اللي عم نقول هيدروجين رح نلاقيه مشترك مثلا بكل الحموض، يعني بحمض كلور ماء رح نلاقي الشق الهيدروجين موجود فيها بالصيغه الايونيه طبعا عندي، او الشارديه طبعا. الحمض الكبريت رح نلاقي كمان عندي الاتش موجب، كمان رح نلاقي حمض الفوسفور اتش موجب، او رح نلاقي كمان حمض الخل اتش موجب. رح نلاقي طبعا حمض كلور الماء، طبعا الكلور هو لا معدن فهو سي ال، فرح نلاقي رح يرتبط مع الهيدروجين ويعطيني الصيغه الحمضيه تبع الجزيئيه هو اتش سي ال. طبعا عندي الصيغه الايونيه رح نلاقي بما انه عندي ذره واحده من الهيدروجين فالرمز الايوني تبعها هي زائد واحد، طبعا تبعا للتوزيع الالكتروني تبع اللي نحن اخذينه بالصف الثامن بدرس الذره. فالتوزيع الالكتروني لذره الهيدروجين عندها عدد الذري واحد، فالتوزيع رح يكون على الطبقه السطحيه واحد، فبالتالي هي رح يكون موجب طبعا انه هي طبعا الهيدروجين لا يعتبر من معامله المعادن بالصف السابع والثامن والتاسع، اما هو كاصل هو لا معدن لانه هو بياخذ بالعاشر والحادي عشر ناقص واحد او الزائد واحد. اما السي ال هو اللا معدن فهو بياخذ طبعا الناقص واحد. انا بعرف عدد الايونات طبعا الحمض من الصيغه الايونيه تبعي، انا بلاقي احيانا انه هي عباره ما في رقم قبلها، يعني هو عباره عن عدد الايونات واحد، فهو الوظيفه الحمضيه رح تكون احاديه الوظيفه الحمضيه. اما الحمض الكبريت رح نلاقي انه عندي انا ذرتين هيدروجين، طبعا هي الذرتين هيدروجين هي تكافؤ جذر الكيميائي للكبريتات، تبادلوا التكافؤات فاخذ رقم اثنين الهيدروجين، فبالتالي وقت انا بكتب الصيغه الايونيه طبعا هذا الرقم تبع اللي بيكون عندي على بالاسفل طبعا وعلى على يمين رمز العنصر فهو بيعبر عن عدد الذرات او هو تكافؤ العنصر الثاني او الجذر الكيميائي. طبعا وقت بكتب الصيغه الايونيه فبحطه على يساره، فدائما بحطه قبل رمزه على اليسار. فانا لقيت هون حطيت رقم اثنين واتش موجب، طبعا يعني عباره عن ثنائي الوظيفه الحمضيه. طبعا كلا كان انا عندي الوظائف الحمضيه او عدد الايونات اكثر، كلا كان طبعا عندي الحموض الحلائيه اقوى احيانا اذا كان عدد الايونات تعاسي الحمضيه اكبر، فبتكون ناقله جيده للتيار الكهربائي. طبعا عندي الحمض الثالث طبعا كمان انه عندي مكون من شق موجب وسالب. طبعا عندي الحمض الخل، بس رح ننبه على الحمض الخل او حمض النمل انه هدول الاثنين بيجوا انه مختلفين عن الباقي، الباقي بنلاقي دائما موجب ثم سالب، اما الحمض الخل او النمل بنلاقي طبعا نكتب الجزء السالب ثم الموجب. طبعا لانه هون في طبعا تبعا للكيمياء العضويه انه الكربون دائما بياخذ صداره، يعني بياخذ بالمقدمه، فلذلك السي اتش 3 هي الاتش الثلاثه ما بتعبر لي عن الحمض، فهي السي اتش 3 السي او او هي الجذر الكيميائي تبعي، اما الاتش اللي موجوده طبعا اذا بدنا نقول على يمين المركب فرح تكون هي بتعبر عن الحمض. ففي طلاب بيعدوا عدد ذرات الهيدروجين بيقول الوظيفه الحمضيه لهذا الحمض هو اربعه، فهو بالاصل لا وظيفته الحمضيه واحده، لانه الاتش اللي موجوده طبعا مع سي اتش 3 سي او او هي بتعادي للجذر الكيميائي طبعا للخلاط. يعني المسؤول عن الحموضه بحمض الخل والهيدروجين الاخير. تمام، الهيدروجين الاخير. فهذا الحمض وحيد الوظيفه الحمضيه. تمام، حتى وقت نحن بنجي انه بنكتب كانه مثل الاملاح، وقت ذكرت الانسيرنا انه الاملاح، الخلات دائما بنلاحظها انه بنكتبها طبعا بالعكس، يعني نحن دائما بتشوفوا انه القسم السالب ثم القسم الموجب، يعني اما بالتسميه بالعكس بنكتب قسم الموجب ثم السالب. طبعا هون لا بنلاحظ لاحظوا الصيغه الايونيه طبعا بلشنا بالعكس، وحتى بالتسميه بنبلش بالعكس، بنبلش من القسم السالب ثم الموجب، يعني بنقول خلات مثلا اذا كان عندي ان ا بنقول خلات الصوديوم او خلات البوتاسيوم، فلذلك بنلاقي هو والنملات بياخذوا شيء مختلف تماما. هلا حمض النمل مو موجود طبعا، بس فينا نذكره طبعا انه هو سي اتش سي او او طبعا اتش، الاتش طبعا اللي موجوده كمان بالاخير هي اللي بتدلني عن الحمض. طبعا هن هدول الوظيفه الحمضيه كمان عدد ذر الايونات تبع الهيدروجين واحد، فهو عنده وظيفه الحمضيه احاديه. طبعا في عندي حموض قويه وحموض ضعيفه، طبعا حمض
كلور الماء، عندي حمض الكبريت، حمض الازوت من الحموض القويه، يعني بتتأين كليا في الماء او بتنحل كليا في الماء. بما انه هي بتنحل كليا في الماء او بتتأين كليا في الماء، رح لاقيها ناقله جيده للتيار الكهربائي. دائما بيجينا احيانا سؤال وارد بالاسئله الدورات، علل او اعطي تفسيرا علميا لماذا الحموض القويه او الاسس القويه ناقله جيده للتيار الكهربائي. طبعا فيني اقول احتوائها على ايونات بكثره. في الشريحه اللي بعدها عم توضح الفكره. تمام، عندي قارنه بين الحموض القويه والحموض الضعيفه من حيث طبعا التأين او الناقليه الكهربائيه. أنا قبل ما تتابعي انسيرنا، ممكن بس تعطينا فكره عن اسئله المقارنه، كيف الطالب لازم يتعامل مع الاسئله اللي بيرد فيها مقارنه؟ اول شيء الطالب اسئله المقارنه بنصحه شكل جدول يتقيد بالمطلوب. هون مطلوب عندنا مثلا في هاي الشريحه قارن بين الحموض القويه والحموض الضعيفه. انا بدي قارن، بدي احط من حيث التأيين، قارنها مع بعضها من حيث الناقليه، ويكون جوابي واضح، اكثر اقل اكبر اصغر، لانه رح يمرق من خلال الماده اكثر من حاله مقارنه. انتبه انه انا وقت عم قارن الصفتين بنفس الطريقه، اكبر اصغر، اسرع اكثر تأيينا، اقل ناقليا. وبنصح طلابنا انه يرجع للمقارنه بجدول بيوضح عنده يعني الاجابه. بتفضلي انه يكون على شكل جدول. تمام، تفضلي انسى. طبعا هلا نحن هون اخذين انه شيء بسيط، انه قارن بين الحموض القويه والحموض الضعيفه من حيث التأيين والناقله الكهربائيه، بس فيني قارن من حيث الوظيفه الحمضيه، فيني قارن، يعني عندي كذا مقارنه لإلهم. طبعا نحن فينا نقارنه، بس هلا هون عندي مقارنتين بسيطتين بيناتهم. طبعا انا بعمل جدول عبارة عن طبعا عمودين، نحن إذا بدنا نعتبر عمود أول وعمود ثاني، بنسمي أسماء الحموض، يعني حمض قوي حمض ضعيف. أحيانا يمكن يسمي لي الحمض، يعني هلا هون عاطيني بشكل عام إنه حموض قوية وحموض ضعيفة، لا يمكن يحط لي مثلا حمض الكبريت مع حمض الخل، فأنا هون نفس الشيء، فأنا الحمض الكبريت هو حمض قوي وحمض الخل هو حمض ضعيف. طبعا او كمان فينا نعتبر هلا وقت ناخذ محاليل الاسس، طبعا رح نلاقي كمان اسس قويه واسس ضعيفه، او بناخذ اسم الاسس طبعا اللي عندي من حيث التأين او طبعا الانحلال. رح الاقي انه انا عندي الحمض القوي HNO3 هي معادله التأين تبعي. رح الاقي طبعا قبل المعادله بنحطها بالصيغه الجزيئيه، نحن بنقول بعد السهم التفاعل تبعنا بنحطها بالصيغه الايونيه، يعني رح نحطها ب H موجب زائد NO3 ناقص، ال NO3 هو مثل انه جذر كيميائي مكون من الN والO، طبعا مختلفة صفاته أو إنه بيشتركوا مع بعضهم بيختلفوا صفاتهم أو سلوكهم عن كل عنصر لحاله. وبالتالي بنلاقي، لاحظوا إنه حطينا AQ يعني محلول، يعني الحموض أو الأسس طبعا أو الأملاح هي أغلبيتها هي طبعا إنه محالي. عندي الحمض الضعيف، الحمض لاحظوا هون حطينا بس سهم واحد إنه هو تفاعل تام، يعني أو نحن باتجاه واحد أو مباشر. اما الحمض الضعيف حطينا المعادله، بس حطينا الفرق بيناتهم، لاحظوا انه حطينا هون سهمين، سهم رايح طبعا وسهم راجع، هون نحن بنسميه تفاعل عكوس او طبعا تفاعل غير تام، يعني هو بيرجع بيتفاعل المواد الناتجه وبيعطوني المواد المتفاعله من اول وجديد. فعندنا حطينا نحن هون حمض الخل، بس فيني انا احط حمض النمل، طبعا فيني احط حمض الكربون طبعا اللي ما انذكر هو بال يعني بالجدول، بس فينا نحن نعتبره من الحموض الضعيف نعرفه. فعندي CH3 COOH طبعا كمان هو محلول حطيناه قبل سهم التفاعل، وحطينا بعده انه H موجب زائد CH3 COO سالب. لاحظوا هون غيرنا عن الصيغه اللي موجوده كانت بالجدول، لانه الجمع عمليه تبديليه، يعني فيني احط الجزء الموجب ثم السالب او السالب ثم الموجب. اما طبعا بالصيغه الجزيئيه مثل ما نحن قلنا، يعني الاصح انه نكتب طبعا الجزء السالب بالحمض الخل او النمل، بعدين الجزء الموجب اللي عندنا اياه. طبعا هون لاحظنا انه هو السهم رايح راجع، يعني هو تفاعل غير تام، يعني تفاعل عكوس. هلا خلصنا من حيث التأين او الانحلال. يعني نقصد هون انسه الفرق هون التأين تبعه تام او كامل، يعني نحن بنقول له هون تأين غير تام نحن نسميه. بس وضحي لنا تماما شو الفرق بين حمض قوي وحمض ضعيف من حيث التأين الجزئي والكامل. من حيث التأين الحمض عندما ينحل في السائل او في الماء فانه تتباعد الشق الموجب عن الشق السالب تباعد تام. يعني جميع جزيئات هذا الحمض تتأين. تمام. أما الحمض الضعيف نلاحظ هناك نشاهد من خلال هذه الشريحة أن الحمض الضعيف سهم عكوسي، أي أن الأيونات لبست أن الشق الموجب تباعد عن الشق السالب ولبست أن قعدت واتحدت، فهذا نسميه تأين غير تام. طبعا. أو جزئي نحن نسميه.
الناقليه الكهربائيه، رح نلاقي الناقليه الكهربائيه للحموض القويه طبعا ناقليه، تلاحظوا انه من خلال الضوء طبعا لقينا الضوء انه مضاء اكثر فهو ناقليه جيده للكهرباء، اما هون لقينا الناقليه ضعيفه للكهرباء. طبعا فينا نحن كمان نحط عدد الايونات، فرح نلاقي عدد الايونات الموجبه والسالبه بالحمض القوي هي اكثر، اما عدد الايونات بالحمض الضعيف هي اقل او شوارد هي اقل عن الحمض القوي. طبعا دائما بيجي تعالي كمان علل لماذا الحموض القويه انه هي ناقله جيده للكهرباء، الاحتواء على ايونات حره بكثره طبعا، اما هون رح نلاقي انه الاحتواء على ايونات طبعا موجبه وسالبه بس شو بقله. المحاليل الاساسيه طبعا رح نلاقي في عندنا هيدروكسيد الصوديوم، هيدروكسيد الالومنيوم، هيدروكسيد الكالسيوم، هيدروكسيد الامونيوم، طبعا كمان عندي اسس قويه واسس ضعيفه. عندي الاسس القويه طبعا مثل ان او او اتش طبعا الصيغه الجزيئيه، كمان لقينا عندنا الصيغه الايونيه لقينا دائما انه مشترك فيها طبعا الايون او الشارده المشتركه بيناتهم لقينا الهيدروكسيد، يعني الاو اتش طبعا الهيدروكسيد هو جذر كيميائي مكون من الهيدروجين والاكسجين فبنسميه هيدروكسيد. لقينا طبعا بالاساس الاول او الثاني او الثالث او الرابع لقينا دائما مشترك بالجزء السالب، اما هنيك كان بالجزء الموجب مشترك بالهيدروجين، اما هون لقينا بالاو اتش سالب. لقينا في عندي عم بيرتبط مع الان او موجب، يعني مع المعادن، عم نلاقيه عم بيرتبط مع المعادن او مع جذر الكيميائي اللي هو نحن اعتبرناه المعدن هو الامونيوم. لبنى ورد كمان سؤال انه كيف بالحموض والاسس الاملاح شو اللي لازم نحفظه؟ هلا نحن بشكل عام بنقول للطالب انه فيك تحفظ الحموض القويه انه هي بتتأين تأين كليا او تام في الماء، اما الحموض الضعيفه هي بتتأين جزئيا، يعني وفينا نعتبر كمان الاسس هي الاسس القويه تتأين يعني تأين كامل. يميز الحموض عن الاسس، يتعرف على اسماء الحموض تمام والاسماء الاسس طبعا مع كتابه صيغ كل منها، ويميز انه شو الشوارد المشتركه يعني بيناتهم، يميز بين القوي والضعيف ضعيف. طبعا يميز حتى نحن مثلا نقول انه هو قوي فرح نلاقي انه التأين كليا او الانحلال كليا الناقليه جيده للكهرباء، طبعا احتوائه على الايونات بكثره، اما الضعيف رح نلاقي انه طبعا الناقليه نحن بنقولها ضعيفه، اما التأين او الانحلال رح نلاقيه هو جزئي او غير تام. وبالنسبه للمواد يعني الحموض القويه والضعيفه بده يحفظها طبعا، من طبعا هو الحمض القوي ومن هو الحمض تمام انه عندي ثلاث حموض قويه وثلاث حموض ضعيفه طبعا تمام. وفي عندنا حمض انه هو مشكوك فيه انه هو قوي ولا ضعيف بالمرحله الاعداديه، بس بالمرحله الثانويه بياخذوا بالمعايره بيعرفوا هذا. شكرا لك انسه لبنى، بالنسبه لفكره الحموض الاساس صارت واضحه بشكل كامل. عندنا بس بدنا نجاوب عن بعض الاسئله اللي وردت معنا. أنسي رنا ورد معنا سؤال، نقطة السقوط ما هي؟ وهل تكون القوة الكامنة معدومة عندها أو لا؟ هذا السؤال بس لوضحه لأبنائنا الطلبة، نحن كان بحثنا كله عم يتناول نوعين من الطاقة، طاقة كامنة، طاقة حركية، طاقة كلية. إذا بدنا نفوت بالتفاصيل لجميع تحولات الطاقة فينا نفوت بالطاقة الصوتية، الطاقة الحرارية. يتقيد طالبنا في المرحلة الإعدادية بما ورد في الكتاب. عم نناقش نوعين من الطاقة، طاقة حركية، طاقة كامنة استقلالية وتحولاتهم. السقوط في لحظة السقوط تنعدم الارتفاع، لأن الارتفاع انعدم تنعدم نقطة السقوط فوق نقطة السقوط في البداية هي النقطة التي ندرس من خلالها بعد الارتفاع عن الاصطدام. فنلاحظ ان نقطة السقوط تكون بداية موجودة على ارتفاع معين عن سطح الارض، وعندما يسقط الجسم يحدث تحولات، تتناقص الارتفاع فعندما يتناقص الارتفاع تتناقص معه الطاقة الكامنة الثقلية، وعندما يسقط الجسم يبدأ يمتلك سرعة، فعندما يمتلك سرعة يمتلك طاقة حركية. أما لحظة الاصطدام اللي كنا نوصلها تتحول الطاقة الكامنة الثقلية إلى طاقة حركية، ونقول أنه أعظم طاقة يمتلكها الجسم عند الاصطدام هي الطاقة الحركية. مجموع القوتين أو الطاقتين عفوا يجب أن يكون ثابت خلال تحولات الطاقة. تمام، معناتها نقطة السقوط النقطة التي يسقط هي النقطة التي يسقط عندها أو يبدأ عندها الجسم بالسقوط أو بالحركة. كما ورد معنا سؤال، كيف هي من الفيزياء، كيف نعرف بأن الحقل المغناطيسي أنسة لبنى الحقل المغناطيسي منتظم أم لا؟
عندي الحقل المغناطيسي المنتظم. ونعرف لهم ما هو الحقل المغناطيسي المنتظم. الحقل المغناطيسي المنتظم هو عبارة عن منطقة من الفراغ تحيط بالمغناطيس، فبتولد لي طبعا خطوط مستقيمة منتظمة داخل المغناطيس، فبتكون هي عبارة عن خطوط متوازنة. تمام. أما خارج المغناطيس بتدخل من أحد الأقطاب تخرج إلى القطب الآخر. تمام. أي يعني معناتها تكون الخطوط الحقل خطوط متسايرة يعني متوازية. تمام. متوازية. تمام. هي بالنسبة للحقل المنتظم. كمان ورد عنا سؤال، لماذا نطلب معادلة التأين بالماء ولا نكتب الماء؟ طبعا بالنسبة، تفضلي أنسة لبنى، ليش ما نكتب الماء ضمن معادلة التأين بما أنه نحن عم نضع المادة أو الحمض ضمن الماء؟ ايه تمام. هلا نحن عم نقول ماده التأين، اذا نحط الماء فراح يطلع معنا الجذر الهيدرون، طبعا الهيدروجين اللي عندي H3O زائد طبعا. فهي نحن انه ما بنحطه عشان الطلاب ما بيعرفوه، فنحن بس بنكتفي بكتابه الH موجبة. تمام. بس طبعا نحن حاطينها يعني محطوطه بالكتاب بالاضاءه، يعني هي المعادله الحقيقيه مكتوبة. هي المعادله اللي بتعبر 100% عن معادلات التأين هي موجود فيها الماء. تمام. نحن هون بالمرحلة الإعدادية ما في. تمام. فياخذها طالبنا بمرحلة ثانوي، بمرحلة الثانوي حيتعرف عليها. كمان عم يقول أنسيرنا الطالب، كيف نعرف الغاز من الصلب من السائل؟ من خلال معرفة الرمز فقط ولا يجب علينا الحفظ؟ نوهنا من خلال العام الدراسي وأول جدول أعطيناه لأبنائنا الطلبة، هناك مجموعة من الغازات، هناك مجموعة من المواد الصلبة، وهناك مجموعة من السوائل اللي تعرف عليها. وذكر أثناء المعادلات الرمز الموجود تحت كل مركب صيغته، هل هو في الحالة الصلبة أو السائلة أو الغازية. المعادلة تساعد الحالة الفيزيائية، المعادلة تساعد، الرمز يساعد، ويطلب الأبناء الطلبة أن يحفظوا ما هي الغازات التي يتعاونوا معها. يعني من المفروض أن الطالب يتعرف على شيء من الغازات، بعض الغازات، على بعض المواد الصلبة، بعض المواد المنحلة والسائلة. بس لازم كمان تكون الغازات انه هي ثنائيه الذره بتنوجد بالطبيعه، مشان دائما انه H2O2، فهن كثير انه بخربط فيها ما بكتبوها. طبعا حتى بالمواد الناتجه بتطلع مثلا كغاز، فبتطلع انه H2 او O2، بس طبعا بتدخل مع مركب بتتغير على حسب رقم التكافؤ. ابنائنا الطلبه احيانا في احد النماذج للمعادلات HCl هو ليس حمض انما غاز كلوريد الهيدروجين، ونبهنا عليه، لا يتواجد مركب فقط في حاله فيزيائية إما صلبة أو سائلة أو غازية، فهو في الطرف الأول كان عندي حمض HCl بحالة حمض كلوريد الهيدروجين، في الطرف الثاني كان عبارة عن غاز كلوريد الهيدروجين. كمان ورد سؤال عن سيلوبنا، ما هو المقدار الشعاعي؟ ما المقصود؟ ذكرتي مقدار شعاعي، بده الطالب يعرف تماما المقدار الشعاعي. انا بدي اعينه باربع عناصر، هو نقطه تاثير، الحامل، الجهه، الشده طبعا او القيمه العدديه. يعني ما فيني اعينه بعنصر واحد، لازم اعينه باربع عناصر. اما المقدار الجبري انه بعينه بالقيمه وبالاشاره بتكفيني. بالنهايه لا يسعني الا ان أتمنى لطلابنا الأعزاء التوفيق والنجاح، وأتوجه بالشكر للأنسة لبنى البدوي من تربية دمشق والأنسة رنا الصايغ من تربية دمشق. شكرا لكم. شكرا. نتمنى التوفيق لأبنائنا الطلبة وبانتظار نتائجهم أكيد. شكرا لكم.